أصدرتم بيان مساء اليوم لفرض حظر التجوال الدراجات النارية في المدينة وعديد من الإجراءات لمنع تكرار حوادث الاغتيال، إلى أي حد هذه الإجراءات كافية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الأحداث الموسمة التي تعرض لها أفراد المقاومة في مدينة سعد من اغتيال عدد من كوادرها من قبل خلايا نائمة للحوثيين وعفاش داخل المدينة، تم اجتماع اللجنة الأمنية العليا بقيادة قائد المحور، وتم تشكيل الحملة الأمنية بقيادتي لعمل خطة أمنية لضبط الاختلالات الأمنية داخل مربعات المقاومة. أما اليوم النزول الميداني للحملة الأمنية المشتركة، فرض نقاط ثابتة وكذلك دوريات لضبط كل المخلين بالأمن وإيقاف كل الانتهاكات الأمنية التي تحدث داخل المربعات. تم إعلان حظر سيبدأ ترانه من يوم غد إن شاء الله من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا لجميع الدراجات النارية، لأن كانت هذه الدراجات النارية هي الوسيلة المتخذة في كثير من الاغتيالات. طيب، قلت أن ميليشيا الحوثي والمخلوع هي من تقف وراء هذه الحوادث، هل هذا ما أثبتته نتائج التحقيقات أم ماذا؟ لم أسمعك بالضبط. تتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع بأنها تقف وراء حوادث الاغتيال في المدينة، هل هذا ما أثبتته التحقيقات؟ من يستهدف أفراد المقاومة هو أكيد العدو الأول هو الحوثي وعفاش. من يستهدف أفراد المقاومة باغتيالهم هو من يريد أن يضعف الجبهة الداخلية والجبهات المقاومة الجبهات الخارجية 100%، ولدينا معلومات أكيدة لأن هذه خلايا نائمة زرعت داخل مربعات المقاومة لتعمل الشيء الآخر، لأن الحوثي لم يستطع أن يتقدم في الجبهات، لذلك يريد زرع الخلخلة الأمنية داخل مربعات المقاومة وإضعافها. حظر التجوال الدراجات النارية وهذه العمليات نفذت من خلال دراجات نارية، هل السبب الوحيد فقط هو الدراجات النارية؟ لأن هناك البعض يتحدث عن اختراق في المنظومة الأمنية ربما في المناطق المحررة، هل الأسباب واضحة لديكم لتزايد حوادث الاغتيال؟ يا أخي، نحن ما زلنا في ساحة حرب وما زال العدو على أبواب مدينة سعد. الجهاز الأمني تم تدميره تدمير ممنهج ولعدد من الفترات الزمنية، أتت هذه الحرب فقضت على الجهاز الأمني كامل وبنيته التحتية. يصحب هذا الشيء ضروري من حدوث بعض الاختلالات الأمنية وعلى رأسها الاغتيالات التي يقودها الحوثيين ونظام عفاش السابق، فلديه أجهزة أمنية عميقة ولديه أجندة كبيرة، لديه هناك خلايا أنشأها داخل بعض التنظيمات المتطرفة، فهو يستخدمها وقت الحاجة، والآن أتت الحاجة إليها لأنه ينكسر اليوم عفاش والحوثي في المناطق الساحل ما تحققه من رجال المقاومة ما يحققه من انتصارات، فيرد على هذا الشيء باستهداف القيادات وأفراد المقاومة داخل المدينة والإخلال الأمني.